كنا إذا ما نشترك بهاي الجمعية ما لنا حق أن نعزل. لأنه المجتمع كلش مغلق، توجهاته كلها مغلقة، ما يريد يشوف شكو فوقه يعني من فضاء. أنا أتأكد لك أكو أساتذة من يسمع موسيقى عالمية يجي عازف ما يتقبل عقله. ليش؟ لأنه يقول لك أنا والله ما سامع هذا الشيء. والله القاعة كلها ضمة، ها، والمسرح كله شموع على الموزع على النوطات، يعني منظر جميل جدا. ذكر في اليوم احنا قاعدين نتمرن وما نسمع الا الطلق، ما اعرف منين يجوا والاحداث اللي صارت والاقتتال بالشوارع وما شابه ذلك يعني. فبصراحه يعني ما لحقنا حتى شلون نشغل سياراتنا ونطلع يعني. عندي السيمفونية العراقية طلعت الأوركسترا وراح يعزفوها الفرقة السيمفونية العراقية. أشوفها يعني العراقيين عندهم صار كبير جدا في الاستمرار في الحياة.